إذا لقد رسم مثلث بشكل عشوائي هنا، وسوف نفترض أنه ليس مثلث متساوي الأضلاع، ودعونا نرسم بعض الخصائص المميزة لهذا المثلث. لنبدأ أولا بالمنصفات العمودية. إذا لنقل أن هذه نقطة المنتصف لهذا الضلع هنا، دعوني أرسمها أقرب قليلا. نقطة المنتصف تبدو هنا تقريبا. إذا هذا الطول يساوي هذا الطول هنا، ودعوني أرسم منصف عمودي، والمنصف العمودي سوف يبدو مثل هذا الشيء لهذا الضلع. الآن دعوني أعمله على هذا الضلع، سوف أحاول عمله بالعين المجردة. هذه تبدو تقريبا نقطة المنتصف، فهذا الطول سوف يساوي هذا الطول. ومرة أخرى دعوني أرسم منصف عمودي، إذن هذا سوف يعمل زاوية 90 درجة، ويمكنني رسمه بشكل أكثر استقامة. إذن هذا يبدو أفضل وهو متعامد. والآن يمكن أن تتخيل أنني سوف أعمله على هذا الضلع، الضلع AB. إذن هذه تبدو تقريبا نقطة المنتصف، هذا الطول سوف يساوي هذا الطول هنا. ثم إذا رسمنا خط متعامد، سوف أحاول أفضل ما عندي لرسمه، يبدو مثل هذا الشيء. ونحن قد تعلمنا أن هذه الخطوط الثلاثة سوف تتقاطع في نقطة مميزة، هذا وهو ما نسميه المركز المحيطي. إذا دعوني أكتبها، دعوني أرى، هذا هنا هو المركز المحيطي. هذا ليس بجديد، المركز المحيطي سيركوم سنتر. الآن لنرسم المتوسطات، فالمتوسطات تصل بين كل من الرؤوس ونقاط المنتصف للأضلاع المقابلة. دعوني أرسم، إذن هذا متوسط، دعوني أعيده، هذا متوسط، هذا متوسط، ثم هذا، وكل أخطائي في الرسم سوف تبدأ بالظهور بوضوح. هذا أيضا. الآن حيث أحاول عمل أشياء عديدة فيها، ولكننا نعلم أن كل المتوسطات تتقاطع في النقطة المركزية. إذن هذه هنا، هذه هنا النقطة المركزية سنترويد. الآن لنرسم ارتفاعات هذا المثلث، دعوني فقط أرسم الارتفاع. إذن سوف أرسم خط متعامد هنا، فهذا أول ارتفاع. سوف أرسم ارتفاع آخر، إذن تذكر سوف يسير للأسفل هكذا هكذا. سوف أرسم ارتفاع آخر يبدو هكذا، وثم أستطيع أن أرسم ارتفاع آخر من هذا الضلع، ونعلم أنه سوف يتقاطع مع هذه النقطة المميزة هنا. سوف أحاول رسمه بشكل بارع قدر استطاعتي، وهذا سيكون متعامد بالرغم من طريقة رسمي له، فليس من الضروري أن يبدو هكذا. ونحن نعلم أن هذا الشيء هنا يسمى ملتقى الارتفاعات، ملتقى الارتفاعات أورثوسنتر. الآن السبب الذي يدعوني لعمل كل هذا، وهذه بصراحة فكرة محيرة نوعا ما، وهذا متقن بشكل كافي بأن كل من هذه النقاط موجود، حيث أن الارتفاعات الثلاثة تتقاطع في نقطة، والمتوسطات الثلاثة تتقاطع في نقطة، ولدي كل هذه الخصائص المميزة، والمنصفات العمودية الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة. هذا بحد ذاته متقن بشكل كاف، ولكن ما هو متقن بشكل حقيقي؟ وهذا ربما غير ظاهر بشكل كامل بالطريقة التي رسمته بها، وذلك لأنه رسم يدوي، هو أن هذه النقاط الثلاثة سوف تكون على نفس الخط بشكل مؤكد. إذا كان هذا المثلث متساوي الأضلاع فهي سوف تكون نفس النقطة، ولكن لأي مثلث آخر سوف تكون نقاط مختلفة وهي سوف تكون على نفس الخط، وهذا نوع من الجنون.
لأنه من الواضح أن النقطتين تشكلان خط، ولكن أن تكون 3 نقاط على نفس الخط هو نوع من أن تتعلم، يبدو شيء غير مألوف إذا كان عليك توقعه. وأنا سوف أحاول رسمها بشكل جيد قدر استطاعتي. لو رسمت هذا بمسطرة مستقيمة سوف تبدو أكثر وضوحاً، ولكن مع كل هذه النقاط التي تقع على هذا الخط المميز، أنت تعلم، يبدو شيء مميز أو سحري هنا. وبما أنه شيء مميز وسحري، يوجد عالم رياضيات مشهور واحد، وقد سميت معظم الأشياء المتعلقة بذلك باسمه لأنه هو الشخص الذي اكتشف كل ذلك، ونسمي هذا مستقيم أويلر. أويلر لاين، وأقول أن ليونارد أويلر، هذه لا تبدو أويلر، تشبه كلمة إنتر. أعتقد سوف تصلك الفكرة عندما أكتب أويلر. ليونارد أويلر، مستقيم أويلر. أقول أن كل الأشياء السحرية والمبهمة سميت باسمه لأنه أيضا هو صاحب متطابقة أويلر. متطابقة أويلر، وهي E للقوة I باي تساوي ناقص 1، وقد أثبتنا ذلك في قائمة التشغيل الخاصة بالتفاضل والتكامل. وإذا لم يكن لهذا أي معنى فلا تنزعج، نحن الآن في الهندسة هنا، ولكنه كان له هذا هو الشيء الساحر، لأن E أتت من الفائدة المركبة والنمو والإضمحلال، النمو والإضمحلال الأسي، وآي هي آي تربيع هي ناقص 1، هذا يبدو رقم تخيلي غريب، وباي هي النسبة بين محيط الدائرة إلى قطرها، وناقص 1 هي بالطبع ناقص 1. وهكذا أويلر بيّن أن هناك الكثير من الأسباب حتى نصدق أن هذه الأرقام الأربعة التي أتت من كل هذه الحقائق العجيبة المختلفة من العالم أنها مترابطة بشكل قوي جدا. وهو بيّن أيضا أن هذه النقاط المميزة كلها تقع على نفس الخط، وهو شيء يعتبر نوع من الجنون والغموض عن واقعنا. وإذا لم يكن هذا كافيا لك، إذا أخذت نقطة المنتصف على مستقيم أويلر بين ملتقى الارتفاعات، لن أثبتها هنا، فقد سوف إذا أخذت نقطة المنتصف بين ملتقى الارتفاعات والمركز المحيطي، إذا لنأخذ هذا سوف أحاول إيجادها. إذا تبدو وكأنها موجودة هنا، إذا هذا الطول سوف يساوي هذا الطول هنا، هذه النقطة التي تقع على مستقيم أويلر هي سوف تكون مركز ما يسمى بدائرة النقاط 9، وهي تتقاطع مع هذا المثلث في 9 نقاط، وسوف نرى هذه النقاط 9 المثيرة للاهتمام. دعوني أسمي هذا أيضا، إذا ليس فقط إنه شيء رائع أن تكون هذه النقاط 3 على مستقيم أويلر، ولكنها في الواقع 4 نقاط، وحقيقة يوجد أكثر من ذلك، هذا الشيء مثير للاهتمام. إذا هذه النقطة البرتقالية هناك هي مركز دائرة النقاط 9، center of the 9-point circle، وربما أقوم بعمل فيديو آخر فقط عن ذلك. على كل حال أتمنى أن هذا كان مشوقاً.